اهلا بيكي يا لمي عبد العزيز، مصممه الاماراتيه معانا على موقع نواعم. واهلا بيكي هنا في الايفنت الجميل اللي عامله نادي دبي للسيدات وفكره دعم حمله التوعيه لسرطان الثدي. تحكي لنا يا لمي، نرجع لورا وتحكي لنا كده عن خلفيتك في مجال تصميم الازياء. انا بديت يعني دراستي في الاتصال المرئي فيجوال كوميونيكيشن، يعني درست الفن والرسم، وكنت في الجامعة الأمريكية دائما نروح رحلات يعني لباريس. فهناك حبيت التصميم من خلال رحلاتنا إلى البوتيكات والماركات العالمية اللي ودونا إياها. طب تكلمينا عن تعاونك مع نادي دبي للسيدات وفكرة العرض النهاردة إن هو بيدعم حملة التوعية لسرطان الثدي. نحن يعني كلمونا النادي، قالوا لنا ان نبغي نسوي السرطان، يعني توعيه لسرطان الثدي. فنحن قررنا ان نصمم جلابيه خاصه للتوعيه يعني سرطان الثدي. ما استغربتوش من الفكره؟ قلقتوا خاصه ان انتوا يعني لسه مصممات شابات، ما قلقتيش من فكره انتوا تعملوا كولكشن جزء مخصص بينك بس لحمله التوعيه؟ نحن هذه الكندور او الجلابيه هذه ان شاء الله يعني يوم بنبيعها المبلغ او البيزات بيروح للخير ان شاء الله، يعني ناويين نحطها للاويرنس او للتوعيه لسرطان الثدي ان شاء الله. وبشوفين يعني في الجلابيه هذه بشوفين اللون الوردي انوثي، يعني جلابيه فيها الستايل الانثوي ان شاء الله. طب تكلمينا عن المجموعة غير الجزء بتاع حملة التوعية، المجموعة نفسها استوحيتوها منين؟ يعني نحن مستوحين هالمجموعة من العصر العثماني، تقدرين تقولين من يعني نحن خلال زيارتنا لتركيا والقصور العثمانية حبينا المجوهرات والملابس، فبشوفين الخلق أو القطع اللي مستخدمينها فيها يعني اللمسة العثمانية. وانتوا هناك في تركيا هل جبتوا مثلا قماش من هناك استخدمتوه في العباءه؟ هي استخدمنا قماش، في قماش مثل الجبير او الليس، في بعض الاقمشه بس يعني اكسكلوسيف او يعني قطع جدا يعني خاصه يعني. طب لمية تقول لنا مين اكتر فنانه بتحبي قوي ذوقها في اللبس؟ صراحه انا الفنانه العربيه اللي احب ذوقها يسرى جدا، يعني احب ذوقها واتمنى ان يوم من الايام تقدر هي تلبس يعني من تصميماتنا ان شاء الله. طب في النهايه لمية تقول لنا كلمه اخيره لقراء نواعم. والله انا اتمنى لكم كل توفيق، يعني هذا يعني شيء جميل اللي انتم تسوونه، وانا احب يعني شغلكم انه يكون مع المراه العربيه، فان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. فاطمة الفلاسي اهلا بيكي معانا على موقع نواعم.com، ومبروك على ان ده اول فاشن شو ليكي، الف مبروك. الله يبارك فيك. تكلمينا عن المجموعه بتاعتك وكونها دي اول مجموعه انت تصمميها. هاي اول لاين حقي تصميم ان يكون في الفاشن شو، يعبر عن شخصيتي وعن ماي ستايل في الدريسز والدريسز جلابيات. طب تقولي لنا المجموعه استوحيتيها منين؟ It's from my personality، من شخصيتي، مو من مكان ثاني، يعني يعكس شخصيتي. طيب تكلمينا فاطمه عن تعاونك مع نادي دبي للسيدات وفكره المجموعه الخاصه بحمل التوعيه لسرطان الثدي. هي فكره وايد حلوه، ويعني
أنا محظوظة أني أكون في هالفاشن شو وبلس أنه يخص البراس كانسر توعية حق النساء والناس عن البراس كانسر مول. طيب فاطمة تقولي لي لو شفتي قماش رخيص ممكن تعملي منه ديزاين بس لأنه عجبك ولا ما تحبيش تستخدمي حاجة لو كواليتي؟ إذا سعره رخيص and it was good وها ليش لا يعني ما يهمش السعر ده منه فيه ستايل و يعني ستايل والفابريك حلو ويمكن برينت ولا في النهاية فاطمة تقولي كلمة القراء نوعا إن يتابعون ويشوفون الكولكشن وتنمور about البراس كانسر.